مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على ام بي سي أكشن وإذاعة ام بي سي اف ام. ضيوفي اليوم طبعا خالد القحطاني من الرياض، كابتن سلطان اللحياني لقط قبل ما وانت تشرب الكافي، وكابتن سلطان اللحياني، كابتن محمد فودة، كابتن سمير عثمان، كابتن محمد الشيخ، كابتن حمد المنتشري، وختاما الكابتن وليد الفراج. اليوم الاخضر المنتخب اليوم تعادل مع استراليا، وبصراحه يعني هو تعادل مغلف بطعم الهزيمه. اي صرنا نشوف نفسنا يا السعوديين. اي طبعا، شلون يعني مفترض اليوم كنا خلصنا. كل الشكر والتقدير لعيبه المنتخب الاخضر على الاداء، الروح، القوه، الرجوله اللي لعبوا فيها مباراه المنتخب. وما راح ننسى لهذا الجيل انه قدم صوره جديده لكره القدم السعوديه. عاده نروح ونلعب مع استراليا ومطر، وبعدين يا ساتر الهدف الاول، يا ساتر الهدف الثاني، ثلاثه تحكيم الارضيه، مطر، الاحذيه، الكلام هذا كله اصبح من الماضي. الان فيه ما في شك انه في بناء حقيقي في داخل منظومه كره القدم السعوديه، وتوفق الحقيقه الاتحاد السعودي لكره القدم والاستاذ ياسر المسحل اعضاء الاتحاد، الاستاذ ابراهيم القاسم امين عام الاتحاد، حسين الصادق مدير المنتخب، كابتن محمد امين مساعد المدرب، توفقوا الحقيقه بالعمل والتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد. يعني هذا الرجل صنع هويه للمنتخب السعودي تتجاوز كثير كثير يعني تجربة مدربنا مارفك. تذكرون مارفك لما راح قعدنا نبكي كأن الرجل هذا ما راح يجي غيره، وهو الرجل الذي استطاع أن يفعل ويفعل ويفعل، لما راح عن تجارب غيرنا اكتشفنا أن القصة مش عنده، القصة في إمكانياتنا، في المواهب، الإمكانيات، القوة، كرة القدم السعودية، قدراتها، إمكانياتها. هيرفي رينارد حقيقة رجل يدير المنتخب بصلاحيات كاملة، وكل لاعب في المنتخب السعودي عارف أن الحل والربط في موضوع اختيار اللاعب أو عدم ضمه عند هذا الرجل فقط فقط فقط. ولهذا أصبح اللاعب يقدم كل ما لديه سواء جوا المنتخب أو في ناديه، لأنه المعايير فنية فقط فقط فقط. نبدأ الحلقة بالعنوان. الفرنسي هيرفي رينارد يحول المنتخب السعودي إلى نجم بمن حضر. السعودية تكمل رحلة الذهاب في طريق المونديال بتقدير امتياز. الأخضر يخسر بالتعادل مع أستراليا بعد مباراة شعارها نحن أولا. بعد العويس والقرني الربيع يتألق ويجنن لاعبي الكنغارو. سالم يواصل حصد الجوائز وإبداع من الدفاع بقيادة علي البليه. المياه تغطي الأرض ب 71% والبقية راح يغطيها عبد الله المالك. الأخضر ينتقل لفيتنام غدا الجمعة والمواجهة في هانوي عصر الثلاثاء. لجنة أسيوية تقيم تجهيزات السعودية لملف ترشح كأس آسيا 2027. الهلال يبدأ تجهيزات بوهانغ ونهائي آسيا وعودة الدوليين الأربعاء. النصر يوقف فوضى الوكلاء ويحذر من التأثير على سمعة النادي. الاتفاق يقابل النصر وديا في الدمام الأحد المقبل، والكويكبي يستعد. دائما الاستراحات، اي استراحه تجلس فيها، مجلس، بشكه، ديوانيه، في تلاقي واحد ولا اثنين مسوين فيها يعني مورينهم.
ينظر على المنتخب وفروض كذا. هذه النوعيه هذول مساكين صاروا من اول التصفيات سوقهم واقف ودهم يعني. بعضهم يقول لك لو خسر المنتخب عشان يجي بالليل كان مفروض يسوي كذا ومفروض. هذا الوضع حق المدرب مخلي كلنا ساد حلقه يعني. اربط الحزام واستمتع بالرحله وما راح ما لك شغل في موضوع كابتن الطياره. انت راكب استمتع. الرجال ابخاص يعني ودهم يقولون عارف لو لا سمح الله اليوم لو كانت خساره جايب الربيعي ليه ما جبت فلان ليه ما جبت علان. تعرف هذا يعني هذا كوتش الديوانيه هذا كوتش الجلسه هذا ما له حل. يجي واحد يقول طب ليش يعني يستمر سنتين؟ هو في احتمال ان هيرفي رينارد يترك المنتخب؟ انا سالت مسؤول كبير قلت له المدرب هذا فلته. لكن السؤال كيف طلع من المغرب؟ كيف طلع من هنا؟ كيف طلع من هنا؟ هذا المفروض واحد زي هذا ما يفضل يعني يقعد سنين طويله في مكانه. قال لي هو خرج لأسباب التاليه في الدول هذه 1 2 3 4 5 واحنا مش عنسوي له لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 و5. انا هذا اللي اقدر اقوله يعني. عبد الحمد المنتشري يعني في سؤال لك من عامر على هاشتاج البرنامج يقول كيف كان مستوى ناصر القحطاني وهو اساسي لاول مره مع المنتخب؟ ابي راي حمد وسلطان صراحه شفنا مستوى جميل جدا ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله نجم كبير نجم صراحة يعني لاعب يقدم هذا العطاء في مركز غير مركزه. جميع يعرف أنه يلعب وسط شمال أو محور ثاني. صراحة قدم اليوم مباراة من أفضل مباريات له كلاعب. خفيف سريع طلعت الكورة من عنده يعني تسليمه واستلامه جدا ممتاز. صراحة كان نجم من نجوم مباراة. الجهة اليسرى أصلا اليوم كانت ما شاء الله تبارك الله مميزة. اللي قابلها في الجهة الثانية المنتخب الاسترالي قوته وتركيزه من الطلاقات عن طريق الجهة اليمين. عزيز يقول يا وليد أسأل ضيوفك من كان الحق بالمشاركة أساسي صالح ولا فراس البريكان؟ سلطان فراس. ليه؟ أول شيء صالح في الفترة الأخيرة مع الهلال ما كان في أداءه السابق. ثاني شيء مع استراليا شفنا ما قدم فراس على المستوى البدني وحتى على مستوى طلب الكره في المساحه افضل من صالح. مبارك يقول اخ وليد ليش الانتقائيه في عناوينك؟ دفاع الاخضر يتفوق بقياده البليهي. طيب انا مالي ذنب البليهي واللي سواه انتم يعني الحين شايلين في قلوبكم. يقول تقول لي افضل تقييم هذا لا يمنحك الحياز للاعبين الهلال بقصد. يا عمي استفزاز النصر ايش؟ ما في انت برا اللعبه لا قد تصدعون رؤوسنا الله يرحم والديكم. خليك في اللي انت فيه الحين ولا هو وقته ما حد فاضي لاحد يستفز لحد. اللي فيك كافيك. علي عطيف يقول بصراحة اليوم منتخبنا يلعب 10 لاعبين فقط. اليوم فهد المولد غير موجود في الملعب والدليل ما أخذ الأقل تقييما بين اللاعبين. يا أخي سلم لي على المالكي وبس. شو رأيك كابتن صالح؟ أقل اللاعبين لكن لا ننسى دوره. صحيح على مستوى الهجوم أقل صحيح كتقييم أقل ولكن اللي يبحث عن التفاصيل فهد المولد كان له دور كبير على المستوى الدفاعي والإسناد مع سلطان غنام خاصة أمام منتخب أسترالي يعتمد على الأطراف كان له دور دفاعي كبير وهذا لا يقلل من الأداء اللي قدمه فهد. شكرا كابتن سمير عثمان. مبروك على الصدارة وقبل التأهل لكأس العالم بإذن الله يا كابتن. شكرا محمد الشيخ، خالد القحطاني، كابتن حمد المنتشري، كابتن سلطان اللحياني وفهد كابتن فودة. يا هلا يا بدر، صباح الخير. تلقى خير. تمسى على خير أبو فهد. خلاص طف النور. قلنا واحدة صدرت. صباح الخير.